صراحة ليلة قاسية ودموية وعنيفة جدا على أهالي وسكان حي زرقان صراحة الليلة الماضية بعد استهداف عنيف ومكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقة التابعة له على تلك الناحية بعشرات القذائف المدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة التي انهالت بالعشرات على رؤوس المدنيين في ناحية زرقان بعد يعني عندما كان المواطنون يمارسون حياتهم الطبيعية في ذلك المساء، اللي يتفاجؤوا ببدء القصف العنيف من قبل جيش الاحتلال التركي من قبل قواعده المحيطة بريف ناحية زرقان في المناطق المحتلة، إضافة إلى قواعده اللاشرعية في منطقة ريف تلتمر. يعني بدأ القصف في الساعة 9 مساء على حاجز تابع لقوى الأمن الداخلي الأسيش في ريف ناحية زرقان في عند مدخل الناحية، ومن ثم استمر القصف وبدأ على رؤوس المدنيين، ما أسفر عن استشهاد امرأة باسم ندوة المسيخ التي تم نقلها على إثرها إلى مشافي الحسكة، إضافة إلى طفل باسم أحمد، إلى جانبه إضافة إلى عشرات المصابين وعشرات الإصابات الخطيرة التي تم على إثرها نقلها إلى مدن وبلدات إقليم الجزيرة ومدن وبلدات الشمال السوري للعلاج، مثل مدينة القامشلي ومدينة الدرباسية والحسكة ومشافي ناحية التمر للعلاج. نعم، أيضا أستاذ سامر، لو تضعنا في الوضع الإنساني، يعني اليوم كيف يعيش الناس بعد واقعة البارحة من القصف العنيف والمستجد للاحتلال التركي؟ نعم عزيزتي، يعني القصف العنيف من قبل جيش الاحتلال التركي استمر أكثر من ساعة إلى ساعة والنصف على ناحية زرقان. بعد توقف القصف وهدوء الأوضاع نسبيا أو نوعا ما، قام مدنيو ناحية زرقان وجميع سكان الناحية أو الغالبية الكثرة من الناحية بالخروج من الناحية، وتشكلت موجات نزوح كبيرة من تلك الناحية والريف التابع لها والقرى المحيطة بها التي أيضا تعرضت للقصف، كقرية تل الورد وقرية ربيعات وقرية الشور وقرية باب الخير أيضا في جنوبي ناحية زرقان. يعني تشكلت موجات نزوح كبيرة جدا كما ذكرت لك إلى مناطق أمن من المناطق التي تتعرض للقصف أو التي تعرضت للقصف مساء الأمس، وعلى مدى 10 أيام يعني اتجهوا باتجاه الجنوب إلى مناطق أمن من تلك النقاط حفظا على حياتهم أو خوفا من بطش وهمجية الاحتلال التركي التي استهدفها بهم ليلة الأمس بعشرات القذائف التي انهالت على مركز الناحية. زميلتي عزيزتي، طيب، من هنا أريد أن أسأل، يعني في أي إطار تصنف اليوم هذا القصف أو هذه الهجمات من قبل الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال؟ نعم، يعني شهدنا عزيزتي قبل عدة أيام استهداف لمنشآت حيوية في منطقة تلتمر وريفها، يعني رصدنا حالة قصف بثلاثة قذائف على مجلس ناحية الدردارة، قرية الدردارة الواقعة شمال ناحية تلتمر على بعد 3 كيلومتر. يعني هذا المجلس الحيوي الذي كان يخدم على أكثر من 40 قرية على خط تلتمر الزرقان، إضافة إلى استهداف محطة توليد الكهرباء أو محطة تحويل الكهرباء التابعة لناحية تلتمر شمال الناحية بالقرب من القاعدة الروسية أو القاعدة التي تتواجد بها قوات حفظ السلام الروسية. يعني وشهدنا ليلة الأمس أيضا استهداف هؤلاء المدنيين في ناحية زرقان، هذا يعني شيء واضح للعيان وأمام ومرأة ومسمع جميع العالم. تستطيع أي قناة أي وكالة إعلامية، يستطيع أي شخص الدخول إلى تلك المناطق وأن يرى بأم عينه ما يفعله جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدنيين واستهداف المنشآت الحيوية والاستهداف المباشر للمدنيين في منطقة تلتمر وزرقان على مستوى أو على مدى 15 يوما. يعني هذا الشيء واضح للعيان وجميع العالم يعرفوا أنه جريمة ضد الإنسانية وتعتبر جريمة حرب. الجيش الاحتلال التركي يستهدف بشكل مباشر المدنيين منذ أكثر من 20 يوما في منطقة التمر وزرقان، وفي الآونة الأخيرة يقوم باستهداف نعم، المنشآت الحيوية، وكما شاهدنا الأمس استهداف مباشر للمدنيين ووقوع عشرات القذائف على رؤوس المدنيين في ناحية زرقان. نعم، سأكتفي بهذا القدر. أشكرك جزيل الشكر الصحفي سامر ياسين من شمال وشرق سوريا على كل ما أفدتنا به، شكرا جزيلا لك.